السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير يا متابعي الأعزاء. كالعادة أقول لكم أكن لكم كل احترام والتقدير، والقناة قناتكم يا حلوين. طبعا يا شباب، اليوم زي ما وعدتكم إن شاء الله قلنا راح نتكلم عن الكيا كادينزي يا شباب، بس المرة هذه مو مني أنا، من ملاكها. اللي هي طبعا تقريبا يعني خدنا تقريبا فيديو الى فيديوهين، واحد معاه مثلا ستاندر والثاني مثلا معاه فول كامل، وكل واحد يبدي رأيه الشخصي بشكل مبسط ومختصر بحيث انه المستمع يستفيد. يعني اللي مشترك في قناتي يكون سمع رأي على الكي كادينزا بشكل عام، وانا تقريبا غطيت زي ما تقول 80 الى 90% من ناحيه مميزاتها وعيوبها وفي اكثر من مقطع. الان في زي ما تقول بعض التقارير الجديده تظهر على الكي كادينزا، ولكن يا شباب مو معنى الموتر سيء، لا، الموتر بطل. وزي ما قلنا هذه اراء شخصيه، لو تلاحظ مثلا واحد معاه ستاندر له راي شخصي، زي مثل موتري ذكر اشياء غير اللي انا ذكرتها بالنسبه له هو كمستخدم، والثاني مثلا معاه فول كامل ويبدي رايه هو كمستخدم الأشياء اللي واجهها هو بحسب استخدامه بحسب ظروف القيادة، ولكن برضو أراهم نحترمها. وعشان كذا طلبت التقرير هذا منهم عشان نستمع لأراهم وما قصروا الشباب. المهم خليكم مع الفيديو حق الستاندر أول، بعدين خليكم مع الفيديو حق الفل كامل يا شباب عشان الكل يستفيد. اللي مقبل شراء كي كادينزا مثلا 2020 الدفعة القديمة اللي هو الشكل اللي معانا من 17 من 2020، او اللي مقرر انه يطلع الفيس ليفت. مساكم الله بالخير وصبحكم الله بالخير. طبعا الموتر 2018 شاري قبل 5 شهور ماشي اصفار، والحين ماشي 44,000. تمام، بالنسبه للعيوب، اللي يقول العيوب ومن العيوب انا اللي لاحظتها فيه صراحه الفرامل. من خذيت الموتر اصفار وكان عيب الفرامل فقط، اما الباقي صراحة موتر ممتاز، بس عوسيع وعندك طال عمرك بالخط موتر راسي وموتر عزم، يعني حتى هو ستاندر يعني مواصفاته حلوة تعتبر. وبالنسبة لصرفية البنزين، انا صراحة اشوف ان البنزين فيه بالخط ممتاز جدا، مع اني يعني اقطع كل اسبوع 700 كيلو وعلى سرعة عالية يمكن 200 220 700 كيلو، يعني ما يحتاج اني غير ازود مثلا 20 ريال بس، لكن لك انت بثبت السرعة على 120 بيوصلك 800 بالراحة. وهذا اللي صراحة اقدر افيدكم عن الكادينزا صراحة، يعني بعيوب او بمميزات. السلام عليكم، امسي عليك وعلى متابعينك الكرام. الموديل 2018، المميزات، اولا اشوف الشكل الخارجي والداخلي يعتبر ميزه، يعني مو بس ان تكون الميزه بشيء حط الوكاله لك، كذلك التماسك الجوده. طبعا المعي نصف فل، فيها عده مميزات ما هي موجوده بالمنافسية، وهذا يعتبر شيء ممتاز. طبعا المميزات شيء كثير، لكن بتكلم عن العيوب. العيوب ما أسميها عيوب، أسميها ملاحظات ومعروفة طبعا عند ملاك كيا كادينزا، مثل طقة الجير، تعليق الشاشة إذا رجعت للخلف تبقى معلقة على الكاميرا الخلفية مدة ثواني، ويعتبر أنه شيء بسيط. طبعا الأشياء اللي أنا يمكن ما حد ذكرها قبل اللي هي البوري، لجي تضغط بوري أحس بثقر شوي بنفس الغطاء البوري، فهذا يعتبر شوي يعني سنضرب بوري فجأة أحس بثقر شوي، ويعتبر برضه ملاحظة. الملاحظة الأخرى اللي هو التبريد المكيف، يعني في ناس اشتكوا كثير وأنا اشتكي من بعض أحيان الظهر، كل واحد حسب المنطقة. والعيب الثالث برضو التبريد للمراتب، يعني مو مرضي بالشكل المطلوب لكنه يعتبر شيء ممتاز مع جلد النابة يعني. وصوت العزل، يعني بما ان السيارة تعتبر يعني شبه فخمة شوي، لأن المفترض ان تكون يعني من نتكلم على الفول كامل تكون عزلة افضل من الموجود الان. ودمتم لنا. طبعا يا شباب، زي ما شفتم رأي الطرفين كأحد ملاك سيارات كيا كادينزا، لو تلاحظون الأول ذكر
السلبيات أقل من الإيجابيات، ولو تلاحظ الثاني ذكر سلبيات أكثر من الإيجابيات، مع أن الثاني ما شاء الله معاه فل الفل. فزي ما قلنا سابقا يا شباب ترى الآراء هنا تختلف. فعلى العموم هذا بس كان تقرير من غير أي مجاملة، بس نحب نوضح لملاك سيارات كيا كدينزا. ولكن ملاحظة، مو احنا ما ندم في السيارة يا شباب، هذا مجرد رأي شخصي. وزي ما قلنا في قناتي يا شباب، آراء الناس هنا تختلف، سواء من ناحية الزيوت، سواء من ناحية الاستخدام، سواء من ناحية التعامل. السيارة بشكل عام بطل، أثبتت وجودها، ولأنها يا شباب لو ما هي بطلة ما حد كان شراها للأمانة. ولكن هذه العيوب زي ما حتى زي ما قال الأخ، قال هذه مجرد ملاحظات شافها في السيارة، ولكن مو معنى عيب مصنع. الوكيل موجود، أي عيب مصنعي ترجعها يزبط لك العيب المصنع ده في السيارة. ولكن على العموم اللي مشترك في قناتي أول بيرجع في قناتي بيلاقي أنا تكلمت عن مميزات عيوب كيا كدينزا في أكثر من مقطع بالتفصيل الممل، تكلمت عن الطقات، تكلمت عن واوا، وهذه بس كانت مجرد ملاحظات من ملاكة عشان برضو اللي حاب يستفيد واللي يبغى يسمع رأي غير رأي الشخصي أنا. فعلى العموم تقبلوا تحياتي وفاق احترامي لكم، وبصراحة موتر بطل، وأنا إن شاء الله برضو من نفسي راح أعمل تقرير بعد ما يتجاوز 160 ألف أو 100، بعد ما يعدي 150 إن شاء الله، لأنه قرب فضله 1000 يوصل 150، وبإذن الله أعمل لكم تقرير مبسط برضو عن رأيي الشخصي عن السيارة. للأمانة الكيا كدينزا سيارات عريقة وسيارات بطل. على العموم عشان لا أطول عليكم، تقبلوا تحياتي واحترامي لكم والقناة قناتكم يا شباب، وننشر الخير بين الناس، وبالتوفيق إن شاء الله. ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب يا شباب.